حظه بعد سنه وياخذ نص كيلو. هاي اذا فيها نص كيلو. المصيبه مو هنا. لا عاد وين المصيبه؟ المصيبه كل واحد إلى اشي. اسم معقول؟ او دفتر نفوس. شنو؟ دفتر نفوس وزنامه. ايه اشوف الباب وجه. يلا تروح شوف منه بالباب. لا امسح خاف يموت. ايه اروح اروح. تعال 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 البوكسات خمسة، الدفرات سبعة، لا خمسة خاف يموت. ها بشر وليته. يندق بيه هذا؟ لا يا ابوي انا استخطيت. ايه خطية. لا اقول خطية شادي. احط عقلي ويا شادي. يا معود عقلك وين؟ الشهادة وين؟ هذا عسي، هاي تجدد عسي، هاي وين جاي؟ ها؟ دمشي، امشي روح افتح الباب، مو هذا اللي دق الباب شتلته، دمشي. اي يلا. اي كل هالكثير وبعدك تحكي؟ منو؟ وبعد فنك تشوفينا تحبينا مهروس اذا الروح شمعة في سنينا بتريع للموازنة بينك وبيني. قوم قوم افتح الباب وشوف هاي المصيبة اللي وقعت علينا. قوم يما يما ذاك الباب بس وين اللي يوصلني ربي ربي سويت عندك ربي بعد شباب اموت على اي طنطا لعدوك ما شبعه ايه.
يما معيوب. هاي مثل خالتك. اي خالتك. اروح افتح الباب. اروح افتح الباب. بس ها. خاف يطب علينا واموت. تكتب على قبري. ما تمل الهبطة. وليلة الجمعة. اتفرق على روحي. باي شكلات. وبعد. معيوب. وبدورة السنة شو اسوي؟ بدورة السنة. اتلم الجهال. وصفقوه. ما هو سمنا ذا الروحة. وجامعة سنينة. دكافعة. يا زهرة بجعل المودر بها لجوفها. ولك روح يا طب تحت الباب معيوب. تحت الباب. ولك روح يا طب. روح يا طب معيوب الولي انا وطنطرد علي انا يمه. كافي كافي يا معودة كافي. اقول حباب يعني ليش ما تجي انت تفتح الباب؟ زوجي يفتح الباب. راح افتح الباب. وش يصير خليه يصير اللي خلاك تتجرى وتصعد فوق؟ فوق؟ اي نعم فوق. يعني وين شلف؟ غشل نفسك ها؟ شلفي انا صعدت فوق غير حتى تشوف شكو ماكو فوق. لا لا على مود هذا اللي اسمع ترى انا مزاج ما عندي. الخانم جابتك هنا حتى تكون خادم وبس. وهذا دين ما راح انساه للخانم طول حياتي. هاي بالنسبه للخانم. اما بالنسبه الي المساله راح تختلف. هواي تختلف. شلون يعني؟ أريد تثبت لي أنا مستفيد منك. اتفقت وياك هالشكل. فعلي أهم من الأعمال اللي تقوم بها بهذا البيت هو هذا تالي. تدير بالك عليه والصادقة وتخليه يشرف وبينك وبينه مودة. شلبي إذا علي أني أحبه وأموت عليه. إي بس هو إذا طقت براسه وأنا ما عجبته. إي شلون؟ يعني أكو خلل والخلل فيك أنت. الجحالة أصبحت أنا ما مستفيد منك. يعني حاجتي إلك انتفت. اسمع معيوب. إذا تريد تعيش بهذا البيت وتبقى على هالنعمة والنعيم لابد أن تخضع لامتحان. والامتحان الشاذي هذا نفسه. أريد من هسه تعلم لي اياه يعرف منو الشلبي ومنو الخانم ومنو معيوب. وريده يحكي. ويغني ويرقص ويحكي قصص مسلية. كل هذا لازم يتعلم الشلبي. وبليلة. ومن هالليلة. ادري شلبي انت تعرف عني انا اعرف اغني اعرف ارقص. المهم هذا امتحان. إذا رجعت الامتحان يا معيوب فأنت باقي على النعمة والنعيم. وإذا فشلت تلم جوالاتك وتطلع بأقصى سرعة من هذا البيت. نزل عينك لا ترى اسلحة وأخليها بإيدك. أريدك تتعلم من الشادي تشوف وما تشوف تسمع وما تسمع تحكي وما تحكي. والامتحان لك مهلة منا الى باكر الصبح. شوف شغلك ورتب امرك. اشوف وما اشوف اسمع وما اسمع احجيك اسمع اقول شلبي
الشلب يدري كل سنين. انت ما راح تحكي ولا راح تحكي. يريدني اعوف البيت واعوف. انا اللي تحملت كل شيء. تحملت الجيراني واللي راح الجيراني وسكتت. وسكتت هي اللي جرت رجلي لهنا. لان احبها. احبها حتى لو صرت بعيونهم شاد. اسمع فرخوف. راح افتح لك باب القفص. وين ما تريد تهجهج. انت قليل والضلمة ستر. وما حد راح يعرف. انت فرخوف. لو معيون. تعال 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 تعال. تعال اطلع. تعال اطلع 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 اطلع. من الليلة انا شادي قرقوف. احكي واغني وارقص واحكي قصص مسلية. شادي بعيونهم وبس. يا عسلوس ارجعني. الله حلو حلو حلو. ليه جاي ليه جاي ليه جاي. طبعا هذا كله من اكل البهارات.
ابو هكي من شفط مهارات. كركوب رايت وياك التركايا كل واحد من هندي اوروبايا. ايه قول؟ بايلي زي. نمستي. هلا عيني. مهجتي. هلا يابا. شاهي. يابا ده طير. لا هو هذا دواء يمي مره خصتك عمي وراحتك تعيش هذا رشيش اردب لشبيليوم بيرم هبت هيد عندك جاني هبت عني اتشاه شاهي 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 يا طار الحزن شاهي شاهي اريد اسال عن مشوذا شاهي ولك والدمع حمال من هنا شاهي اكون تريد الروح اشرب لنا شاهي وريد الطمع على خدي واور منك احساسايا شعورايا مستحايا شنو قدي ما كان جانا من يورب كاركو من دينو ما يندي مجيه ميري محبة هي زندگي جاني بتاني اچھا افلت ملك لا مرفوف استنى كان يا مكان في قديم الزمان كان اكو سلطان طالع للبراري صيد غزلان غزلان ميري غزلان وبعد ما فات النهار السلطان كان هواية تعبان التفت على الوزير وقال له بصوت نحسان يا وزيري روح شوف لنا مكان انضات بيه لنا بس المهم يكون بيه الامان وراح الوزير ومثل ما امر السلطان يدور على المكان اللي بيه الامان وبعد ما دار الوزير ساعات من الزمان ما لقى غير بيت قديم مبني من حصران صاح الوزير بعلي صوته يا فلك الزمان لقيت المكان وصلوا البيت الحصران ما كانت ذاك البيت غير شايب خرصانة وبنت اسمها حورية وابن اسمها حمدان من حال الدنيا جزعان كان عند الحورية ببغاء مسحور وهو بالاصل انسان كان يحبها الحورية بس ما يقدر يقول يخاف ينطرد لو ينهان المهم بذيك الليلة اللي بات بيها عدوم السلطان شاف حورية وعجبته وصار ولهان وخطبها من ابوها واشتراها اقصد اتزوجها وراد ياخذها وياه بس للحورية شرط كان قالت له يا ملك الزمان انا لازم اخذ وياه يا مرجان يطرد عني الوحشة ويخليني احس بالامان ويدور الزمان يدور الزمان ويصير المكان غير المكان المكان قصر السلطان والمشكلة مو قصر السلطان المشكلة الشكو في قصر السلطان شكو في قصر السلطان قفص كبير مثل هذا بيه غراب اسود حزنان وبليلة نزل السلطان شايل الشمعدان وبعيون كلها شرار صاح مرجان وقال له اسمع يا مرجان من الليلة اريدك تعلم غراب البيان هذا اطباع غير اطباع الغربان يحكي ويغني ويرقص ويحكي قصص مسلية وراح مهلك ليلة من الزمان اذا فشلت راح اذبحك وانت الخسران ظل مرجان طول الليل يعلم غراب البيان شلون ينزع جلده وشلون يصير مرجان الصبح ما لقوا في القفص غير حفاظ بهلوان لا هو مرجان لا هو انسان يحكي ويغني ويرقص ويحكي قصص مسليه هو الهان انتهت القصه قوم ارجع القفص لا ما انتهت القصه بدت القصه بدت يوم عرف مرجان شكو بقصر السلطان شكو بقصر السلطان اكو اكثر من حوريه واكو اكثر من سر خفيان قصتنا تبني من اخرها يا ملك الزمان وطلع السلطان مثل ما كان مشتري حورية كان مشتري قبلها حورية قضى حياته وما قدر يحصل منها الحب والوجدان وكان حاجرها مثل ما حجر معيوب ومدرية يعني كان في القفص اللي فوق انسان قتل يضل عدل
ربحان ربحان طلع نصران لا تلبي لا تلبي لا تلبي ابو حرمين تعال تعال حتى الجوانين يا اخبر الشوالي دمام تلبي الوالد زين تلبي هي هاي المفاجأة كانت اكو مفاجأة وكان اكو سر بس ما كان اكو بهلوان كان اكو انسان بس انتو ما جنتو تشوفوا انسان انا رايح اشوف دي غير ديرة بس بنفس ثوبي انا معيوب معيوب الفحام معيوب منو ايام الخان لا بدري بدري الحورية وانت المرجان مرجان الخسران يا ربحان مايوب شنو الفرق بين الفحم والذهب الفحم فحم والذهب ذهب بس منو احسن الفحم فحم والذهب ذهب انا رايح للخان يا خان محترق الخان لا النار مرت على المدبغة مو على الخان يعني اكو خان واكو ميزان واكو حورية ومرجان كل شيء بهالدنيا معقول ومو معقول